بالتزامن مع انعقاد القمة العربية والإسلامية في الرياض، تخرج هذه المظاهرات هنا من قلب الحي، من قلب أحياء فيينا، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم لحق السكان العزل في غزة الذي قتل وشرد مئات الألوف. هي هون احنا بصراحة مش مرحب فيها، الشنل والمحطة هاي مش مرحب فيها ابدا. برجاء نوصل له هذا الخبر، مش انا فقط، جزء 90% من الناس اللي احنا هاي مش مرحب. المعلومات اللي بنزلها هي القمة العربية، هي لن تختلف على اي قمة عربية سابقة، فالعرب موقفهم معروف وانتظروا كل هذه الفترة متمنين أن يكون الشعب الفلسطيني الذي يقدم الضحايا والدم على درب التحرير والنضال، وأن يخرجوا بمقررات لا تنم إلا على دورهم. طلبت المقاومة من الحكام العرب قبل هذه القمة أن مهمتكم فقط أدخلوا الغذاء وأدخلوا الدواء وأدخلوا المياه، فهي مهمة النساء في الحروب وفي الحرب العالميتين. والحربين العالميتين كانت مهمة النساء الدواء والماء والغذاء، فالحكام العرب لا يستطيعوا تقديم مساعدة غير ذلك، هي أولا. ثانيا المقاومة هي عبارة عن قوة غير متكافئة مع كل دول العالم التي ساندت وشاركت إسرائيل بهذا الهجوم على الشعب الفلسطيني، لكن المقاومة استطاعت أن ترسم خارطة الطريق للسلام الفلسطيني المنشود، إنهاء الاحتلال فورا وفتح المعابر وإدخال المساعدات، والشعب الفلسطيني مستمر بنضاله حتى نيل حريته واستقلاله وإنجاز حق العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. أنا بعتب على الغرب ككل وعلى الإعلام الغربي وعلى السياسة في الغرب لمواقفهم الغير إنسانية، ولكن قبل كل شيء لابد أن ننظر أنفسنا ونحاسب أنفسنا ونحاسب هؤلاء الساسة الذين لا يحكمون إلا بالحديد والنار. ما يحدث في غزة هو نتاج خنوع الشعوب وسكتهم على هؤلاء الخونة، كلهم خونة، من الخليجي إلى المحيط خونة. كل طفل فلسطيني سقط، كل امرأة فلسطينية، كل شاب، كل شهيد هو مسؤوليتنا احنا جميعا، لأننا سكتنا على هؤلاء الخونة من الحكام الذين يلعقون أحذية الغرب والذين يخدمون أجندة إسرائيل. للأسف الشديد كلنا ضحايا لهؤلاء الحكام الخونة. يعني إزاء ما يجري في غزة من دمار، من قتل، من إبادة جماعية، من تطهير عرقي، يخرج هذا الشعب الفلسطيني والشعب العربي لكي يقول أوقفوا القتل، أوقفوا قتل الأطفال، أوقفوا قتل النساء، أوقفوا الدمار، أوقفوا هذا الحصار. هذه المسيرة من العرب، من المسلمين، من المسيحيين، من كل الناس اللي موجودين فيه تخرج لكي تقول أوقفوا إطلاق النار، افتحوا المعابر، قدموا مساعدات لهؤلاء الناس. أكثر من 40 مشفى خرج عن الخدمة، وأكثر من 56 طبيب، أكثر من 11,000 شهيد الآن، أكثر من 6,000 طفل، الأشلاء كلهم حقيقة تخرج هاي الناس لكي تقول أوقفوا هذه العملية، عملية الإبادة الجماعية التي يشارك فيها للأسف الشديد الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن، الذي قال أن إسرائيل هي الذراع العسكري بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
رأيك في انعقاد القمة أيضا، مشاركة بشار الأسد والرئيس الإيراني في القمة العربية، قرارات القمة العربية؟ لو الجامعة العربية والدول الإسلامية أتحداهم كلهم كملوك ورؤساء أنه يقولون نحن ندين الحرب على غزة، ما يقدرون، يعني كلهم تحت عباءة أمريكا وإسرائيل الكل. رأيك في انعقدت القمة العربية والإسلامية اليوم، شارك فيها بشار الأسد أيضا الرئيس الإيراني رئيسي، يعني تقييمك لمشاركة هؤلاء القتلة بحق الشعوب؟ هؤلاء كلهم مشاركون في قتلة أطفال غزة. Ich bin sehr froh, bin ich da. Ich finde, Israel ist wirklich Terrorist. Israel muss Palästina freigeben, soll aufhören, Kinder töten, Frauen töten. Und ganze Welt schaut zu, das ist Ungerechtigkeit, Palästina Freiheit. هذه الحناجر التي تهتف اليوم فقدت الأمل من المؤسسات الدولية، فقدت الأمل من النظام الرسمي العربي، فقدت الأمل إلا من إرادتها، لأن هذه المعركة هي معركة الشعوب في مواجهة يعني مصالح الأنظمة وحساباتها. نحن نعتقد أن بعد 35 يوما على هذه المجزرة المستمرة حان الوقت ليستفيق الضمير العالمي، حان الوقت لأن يعلن موقف واضح لوقف العدوان وإدخال المساعدات واقتحام الحدود، لأن الإنجاز الحقيقي الذي قدمه نتنياهو لمجتمعه فقط هو مزيد من الإجرام، مزيد من التدمير، مزيد من قتل المدنيين. اليوم أكثر من 20 مشفى خارج الخدمة من أصل 30 مشفى، هناك 50,000 امرأة حامل، لا يوجد مواد تخدير وإمكانية يعني الإنجاب بالطرق الطبية المعروفة. نعتقد أن نتنياهو وحكومته العنصرية تستهدف قتل إرادة الحياة لدى شعبنا الفلسطيني. اليوم نقول من هذا المكان كأبناء جالية ومناصرين وأصحاب الضمائر الحية أن غزة لو دمرت بيوتها وقتل سكانها إرادة الحياة ستبقى مستمرة، لأن المقاومة هي مقاومة كل الشعب الفلسطيني بعدما جربنا كل الاتفاقيات من مدريد لوادي عربة لكام ديفيد لأوسلو. الطريق الوحيد هو طريق الدفاع عن النفس، الطريق الذي شرعته وكفلته القوانين الوضعية والقوانين الوضعية والقوانين السماوية التي تشرع الدفاع عن النفس من قبل شعب يستمر بنضاله منذ 75 عاماً.